صباح الخير من MTV Alive. يسعد صباحكم مشاهدينا مباشرة من استوديوهات الام تي في، منحييكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان والعالم. يوم السبت بداية ويكند جديد، وكلنا بنعرف انه بايام الفرصة بتكتر الدهرات والسهرات والمشاريع، فكيف اذا كانت بموسم الصيف؟ وطبعا بنعرف انه اجواء الصيف بلبنان بتختلف عن كل الدول العربية، موسم حافل بالمهرجانات بالاحتفالات والحفلات والنشاطات الثقافية الفنية والاجتماعية على انواعها. واكيد من دون ما ننسى الشوبينج والفنادق والمسابح وكل الاشياء اللي بتحبوها واللي بيقصدوها الزوار، ان كنتوا لبنانيين عايشين بدول الاغتراب وحابين تجوا على لبنان حتى تقضوا عطلة الصيف ببلدكم ومع عائلتكم. او تحيه كمان ودعوه لكل مشاهدينا العرب بكافه الدول حتى يتفضلوا كمان لعنا، انتم جزء اساسي من الموسم السياحي بلبنان، فما تترددوا تفضلوا لعنا لاجواء مثل ما بتعرفوها وكل سنه عم تحلى اكثر. حلقتنا اليوم من MTV Alive كمان بتحلى أكثر بوجودكم معنا، فإذا الوقت بيسمح لكم مشاهدينا خليكم برفقتنا، مجموعة من أحلى الفقرات اللي تعودتوا عليها كل نهار السبت بانتظاركم، أكيد مع ضيوف كتار من كافة المجالات. رح ناخذ وقفة قصيرة ومنبدأ MTV Alive لليوم، خليكم برفقتنا.